الكلمة الآن للسيد مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتقديم تقرير لجنة في الموضوع. لا ما كافيش، لخص إلا بغيتي تلخص، ماشي ضروري تقرأ التقرير غير تلخص، ولكن لازم أي بغيتي العكس تقراه زيد عليه، ما كاين مشكل، حنا مسالين موجودين لهذا الشيء. أعتذر سيد الرئيس، تسمح أنه عجاني سيد الرئيس، تسمح سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، أحالت الحكومة على مجلس النواب وأحال مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع مشروع قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القوانين الثلاث التالية: قانون المسطرة الجنائية، وقانون الجنائي، والقانون المتعلق بتبييض الأموال. السيد الوزير العدل تفضل بتقديم عرضه المسهب أمام لجنة العدل والتشريع، والذي استمعنا إلى خلاصة منه الآن قبل قليل، وأرجأت المناقشة إلى جلسة أخرى حيث ناب عنه السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، فتم فتح النقاش العام في أسباب نزول هذا المقتضى، وتدخلت جميع الفرق الحاضرة وقته للنقاش في المقتضيات العامة. اتجهت جميع التدخلات كلها وبدون استثناء إلى الترحيب بهذه المبادرة والتنويه بها، واعتبار أن المغرب ظل دائما عند الموعد المحدد تلبية لطلبات كثير من المنظمات الدولية، ولكن كذلك التزاما منه في موضوع محاربة الإرهاب وتبييض الأموال، ومن ثم كان الإجماع من حيث المبدأ على تقديم هذا المشروع وعلى ما تضمنه بصفة عامة. وكان للجنة العدل والتشريع موعد ثالث لمناقشة المواد التفصيلية، حيث حضر السيد وزير العدل رفقة مساعديه، ونخص بالذكر منهم السيد الكاتب العام والسيد مدير الشؤون الجنائية، كما حضر إلى جانبه السيد رئيس الوحدة المتعلقة بمراقبة تبييض الأموال، إلى جانب عدد من الأطر البارزة في هذه الوحدة، وحضر كذلك في هذا اليوم ممثلون عن مؤسسات مالية ومنها بنك المغرب. وكانت التدخلات تدور أحيانا من طرف السيد وزير العدل، وأحيانا أخرى تعطى الكلمة لهذه الأطر لتبيان وجهات النظر حول التساؤلات التي كان يطرحها السادة النواب. وبعد المناقشة التفصيلية أعطيت للسادة النواب فرصة لتقديم تعديلاتهم، حيث تقدمت ثلاث فرق بتعديلاتها في الموضوع. وكانت جلسة أمس مناسبة لمناقشة هذه التعديلات، حيث وقع التصويت بالأغلبية على جميع بنود هذا المشروع ما عدا مادة واحدة،
حصل فيها تعادل الأصوات وطبقت بشأنها مقتضيات القانون الداخلي، أي أنها اعتبرت غير مصادق عليها من طرف اللجنة. وفي جو من التوافق تم الأخذ بالكثير من التعديلات، وتفضلت بعض الفرق وسحبت بعض تعديلاتها، وبعض الفرق تمسكت بالتعديلات التي لم يقع الإجماع حولها، وبالتالي في الأخير وقعت المصادقة على هذا المشروع بسبعة أصوات مقابل خمسة، وهو المشروع الموضوع المناقشة أمام الجلسة العامة هذه. وشكرا السيد الرئيس. شكرا للسيد المقرر.